ليه؟ بلش بأول اسم ابن سوريا. ذكي مع انه ببين غبي. أها، بيوتي باي. هذا أسطورة، ما حدا في ليه، ما حدا حيا، ما حيا، ما حيجي منه اثنين بحياته. فما وقت تشبهوني فيها وتكذبوها، بعرف هيدا اللي وقت بدي نطفوا حالهم مع يوتيوبر يقولوا انت بيودي باي، كل يوتيوبر ما بقى تقولوا لحدا هيك، ما حدا بيستحق. اوكي. غيث بوكا اللي هو مؤسس سيريان هارد كور جيمرز، عنده جروب على الفيسبوك وهيك. شخصية كتير لطيفة ومهضوم وحبوب، وعنده عنده مجتمع الصغير بس يفشوا قراب مع بعض، كتير حلو. برافو عليه، شغله كتير حلو. ايبك جيمز هي مش عندك. هيدا تعليقي. ليش قارش ملحتون؟ يعني ايه بتشرح بالفيديوهات بس اعطيني هيك من الاخر، ليه قارش ملحتون؟ لانه تيم سويني من العالم اللي ما بحبه، من انواع العالم ما بحبه. زلمه عم يستغبي الناس، اذا هو مش غبي ومقتنع بحديثه وعم يستغبي الناس، ما في حل. يعني يا هو غبي يا مستغبي الناس، وعلى الارجح هو مستغبي الناس، محسسهم كلهم اولاد او شيء. يمكن قد ما اشتغل بفورتنايت وشاف انه كيف ردت فعل الجمهور، فكر ان العالم هيك بتفكر، لانه كلهم مرة صغيره كثيرتهم بيلعبوا فورتنايت يعني، فهيك فكر انه الدنيا. لا حبيبي، الدنيا مش هيك، انه في عالم فيها دماغي ما بتلعب لك لعبتك، عم تتفرج عليك شو عم تعمل، ولو عم تعطينا العاب ببلاش ما حنقتنع منك اذا عم تعمل شيء غلط، ما راح تقنعنا بشغلك. وشغله غلط، شغله مدمر مش مكبر. يعني بدل ما يطاقنوا الستورات عم ياخذوا 30%، بده يقلل من مدخولهم مع انه ما عنده اي سبب. هي يونيفرسالي من تاريخ البشريه كانوا المتاجر ياخذوا 30% من النسخات الفيزيكال. فقبل كانوا يقولوا 30% لانه في عنا شحن وعنا ستوك وعنا 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 وعنا. فهلا عم يشارك مسوين انه كيف عم تاخذ 30% وبطل عندكم هوليكه. طب هلا صاروا عم ياخذوا 30% على غير موضوع، على انه عم بيسوقوا لك لمليار شخص. مليار، هيدا اي محل كان في يعطيك اياها قبل؟ كان عطيك دولار على اللعبه بدل الستين لو كان في يعطيك مليار شخص بوقتها. ما حدا في يعطيك مليار شخص، بيستخفوا بهالارقام لانه خلص تعودنا ايام الانترنت. يوتيوبر عنده مليون، صار المليون ماشي هين بالنسبه لنا، مليون بشر، مليون انسان يا زلمه. 300,000 شخص عم يحضر، 300,000 شخص خسرت ملاعب فوتبول. شو يعني ما بطل العالم يعطوا قيمه للارقام، ما بعرف ليش صارت ارقام البشر ارقام. فمليار شخص، لا بتدفع 30% ليسوي لك على مليار شخص. يا هو مش فهمان الوضع، يا هو عم يضحك على العالم. ف هذا كتير هيك حزت فيه، مثل قلت لك الغبا، غبا أكتر شيء بيكرهه. هو مش غبي بس مستقبل عالم. قدي صعب توصل لرقم مليون متابع؟ كتير صعب. في عندك واحد بيجي بيشوف يوتيوبر عم يجيب مليون فيوز بيقولك ارفع مال هالمحتوى بتجيب مليون فيو. لا، هيدي مسيرة حياة وبيلدينج اب من الصفر، من اول 100 قد ايه صعبين، لاول 1000 قد ايه صعبين، لاول 10,000 قد ايه صعبين، لاول 100,000 قد ايه صعبين. وما بتهين الخبرية، مش انه بتفتح حنفية وخلص بلش السبسكرايبرز. كل الوقت لازم يكون عندك ستانس. يعني انا دائما بحط صورة بنت او شيء على الثامنيل كرمال اجذب المتابعين اكثر، جيب عالم جداد يشوفوا المحتوى تبعي. دائما في عندي هول ستانتس صغار بالميديا موجودين وين ما كان، يعني كرمال تقدر تجذب جمهور اكبر. بعمل شيء دراما، شيء خبريه. هلا في فيديو دراما لازم يطلع عليه، مرسال مغنى عني غنيه، هلا بشوف شو صاير معه. كلاب تنبح وعارف شو انا بقول له كيف. فهيك، فهلا هيدي كمان ستانت حلو من مرسال، عمل عجقه على الدراما على الموضوع، جاب سيرتي فيه، كبل لي الطابه هلا، صار بدي ارجع ارد له الطابه هلا. فما بعرف هو، لانه بعتقد مرسال وجوري اخذوها شخصيه لقصه الدراما، بس ولا واحد حكى عنه دراما قبل اخذها شخصيه. كلهم بيعرفوا انه هيدا بزنس خيي، هيدا مصلحه عم نديرها، هيدا موضوع حيجذب العالم، وانا عم بطرحه بطريقه كتير مقبوله، طريقه كتير محترمه ومرتبه، وما بتهين بحدا كتير، بس انه بتفصل انه غلطان. فهيدي يمكن ياخذ منها اهانه. فابن سوريا من بعد هالموضوع كله حكي معي بده شيء كمان ببجي موبايل تورنمنت. انا رفضت اشتغل معه، بس بذات الوقت انه ما كان عم يحكيني لا بحقد لا بكره ولا فرقان معه، ولا كانه اصلا عملنا شيء بالموضوع قبل. وكمان زيت الشيء الشمري من بعد ما احكي عنه، يعطيك العافية على الفيديو الحلو لك، القائك شو حلو، برافو عليك، الله يقويك، هيك انه بيفهموا انه هيدي بزنس. مش هيك بقولك انه اسكية، لو ببينوا مش اسكية بس اسكية الجماعة، لانه بيفهموا انه خي في مصلحة وفي قصص شخصية.
ما بعرف اذا مرسالو وجولي اخدينهم شخصيه اكثر لهالقصص، لانه عم بيردوا علي بهجوم وانا ما خصني بالقصة كلها، انا طلعت بس طرحت الموضوع وصرت فجاه بيناتهم عم بيشارعوا اكثر، كل ما بده يحكوا عن حدا بيحكوا عني كمان. اخي لا انا مش بالقصة، انتوا بالقصة، انا عم بحكي عن القصة، كيف صرت انا داخل القصة؟ من وين فوتوني على الخبريه كلها؟ فهلا مازال صارت هيك وهيك وهيك، مضطر خلاص كمل معهم بالقصه، صارت جوان بيسان مرسال ودراد، صاروا اربعه اسامي بالتايتل هلا. هلا في كمان السوريين يلي عملوا اسم البيبي تبعهم على برج خليفه وعندهم 8 ملايين متابع، عندك فكره عن الموضوع ولا ما انتبهت؟ ايه عندي فكره، وفكره كتير حلوه، ما بعرف العالم هلا تمسخرت عليهم، خي جماعه قادرين وبدهم يعملوا شيء سبيشل ومحتوى كتير حلو. صح؟ بتشوفهم كيوتيوبر؟ طبيعي. طب احنا عم نحكي عن فيديو يوتيوبر عمله اكيد بيشتغلوا صح، اذا عم نحكي عنه للموضوع هلا بشي ما خصوا فيهم، عم نحكي عنهم بقد هذا الشغل الصح، هو للبي ار ستانس اللي حكيت عنهم، هو للضربات اللي بتعمليها لتضلك عم تكبري، هاي واحدة منهم، هاي واحدة كتير كبيرة منهم، حقها $90,000 هيدي بس انه عملوها. برافو عليهم. كمان بذات الوقت عمل شيء سبيشل لمرته، عمل شيء حلو يعني، وكمان بحياته الشخصيه كان شيء كتير حلو، مش بس انه كمحتوى كان شيء كتير حلو. فالزلمه عبقري، ما بعرف يمكن العالم اتضايقت لانه الوضع تعبان عالميا، وواحد يكب $90,000 على هيك شيء كبهم اكل للعالم مش احسن؟ انه ايه بفهمهم، بس كمان ما كنت افهم انه ها مصلحه، بده واحد يكبر مصلحته، كل ما يكبر استثماره بالمصلحه تبعه كل ما تكبر مصلحته، وهذه حياته حرفيا. فكمان بذات الوقت يعني مش هيك ما حكيت على الموضوع ولا كان عندي مشكله معه، انه كثير عالم طلعوا وانتقدوا. تنتقدوا لشو؟ عم يشتغل، شو عم تنتقدوا؟ عم يعمل شغل حلو، انه عم نحكي عنه للزلم انه ما يعني هيك. انا معهم اذا بدكم شيء، انا صافف معهم اذا شيء. اذا في مشكله اكس بوكس ايه رايك فيها بالكلمه اكس بوكس؟ اي وصفتها ببوغاتي وبي اس 5 فيراري. بوغاتي احسن من الفيراري كبرفورمانس وكل شيء، بس يمكن اغلى يمكن البنزين تبعها whatever راحت تشبيه. على كل حال اللي عملوه هلا اكس بوكس بالالتيميت جيم باس هو خطوه كتير قويه لمستقبل عالم الالعاب يلي حينشمل بقلبه كل شيء كلاود جيمينج، وهيدا هو اللي انا من وراه قلت انه بعد 7 سنين مايكروسوفت ما بقى في لها حدا حينافس، ما في حدا حينافسها مستحيل. فاكس بوكس كاكس بوكس ما ميته، اكس بوكس راح تموت، ما بقى راح نشوف اكس بوكس بحياتنا. اكس كلاود الخطوه الجايه ملكه عالم الالعاب ولا باي بدون اي منافس، مع انه هلا فايتين كتير على الخط، لونا تبع امازون وفايت كمان ستاديا مع تبع يوتيوب، وبعتقد بعد في ستيم ما فتحوا تمون على الموضوع، ستيم عندهم مليار مستخدم كمان، بس قاعدين هيك مش عم يحكوا ما في شيء، ما جابوا شيء. ليه برأيك هالهيك؟ لأنه هن هيك ما بيحبوا يحكوا، ما بيحبوا يفرجوا، بحبوا بوب نزلت ها هي وصلت أحية. فما بدهم حتى كمان يبلشوا يحضروا لها قبل بوقت، ناطرين للوقت اللي لازم هالشغلة تمشي فيها، لأنه كل هو اللي عم يحضروا قبل 4-5 سنين بعد ولا واحدة منهم رح تربح مصاري من هلأ لسبع سنين، ولا واحدة منهم رح تعمل لهم ليرة، كلهم خسارة خسارة خسارة، بس كل هالخسارة عم يتحملوها تحضيرا لبعدين، ليكونوا هن هلأ هن اللي بالسوق، هن اللي ماشيين بالسوق، هن اللي عم ياخدوا الديلز لبعد 7 سنين ما يكون عندهم شقفة كبيرة من الحصة تبع الكعكة الكبير اللي حتتقسم بوقتها. تمام. وبلاي ستيشن من ضمن بلاي ستيشن هلا حتعيش حتقب في بلاي ستيشن ثلاث حترجع تموت صب اخر شيء اخر الزمن تبعها. والبلاي ستيشن ناو تبعهم الكلاود جيمينج سيستم تبعهم بعد ما بين عضلاته ما فرج قوته يعني بعده محدود شوي كمان، تحسي انه بس معمول للعيبة الكونسول، ليش مش شاملين لعيبة البي سي معهم؟ انه قاعد على البي سي انا اجبار يكون لاقيت ماسكه، طب ما خلص ماوس وكيبورد ما حنا قدامي. فمش مش 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 ظابطه معه 100% بلاي ستيشن ناو، مش مسوقه مزبوط يعني، ما كنت عارف انه هاي البلاي ستيشن ناو هو الكلاود جيمينج تبعهم، لانه عندك بلاي ستيشن بلس وبلاي ستيشن اكس وبلاي ستيشن اف، بلاي ستيشن كلاود بي اس كلاود خلص، انه بعرف انه هاي كلاود جيمينج يعني التسميه تبعهم غلط كمان.